مسكين حتى كيجيبوا الناس، هو طايح حتى كيطيح بالزنقه ويجيب ودايره ليه النمره كاتبها ليه، حتى كيعيطوا ليا الناس. كنمشي واخا نكون عند الناس خدامه داكشي كنخلي داكشي وكنمشي نجيبو ونهزو ونجي، لان ما كيدير لا دواء ما كيدير حتى شي حاجه. كيفاش حتى مرض ولا كيغيب؟ هو جاتو قلت شي اللي بنادم كيبقى كيفكر وبقى كي هذا تولى مريض، وبنادم ما كيرضاش. حنا ساكنين عند واحد السيده 4 سنين وحنا ساكنين، وفي الاخر مني شافته مرة تخرجت ولاحت لاحتنا للزنقه، قالت لينا ما تخلصوش الكرت خرجوا بحالاتكم. وكانوا هذا النهار اللي مرض وجات واد الحاله، راه جيراني اللي كنت ساكنه حداهم هما اللي هزوه، هما اللي داو للسبيطار الليل كامل، وهما اللي هازينو كيدورو بيه مسكين. تشافو ديك حيت كانوا عارفينو ما تيرضاش ما كيمد ايدو لتا شي واحد، ولكن الحمد لله الله فوق من كل من هو واحد. تبدلت الحالات، خرجت انا وليت كنمشي عند الناس. داتني واحد السيده قالت لي ما تبقايش باركه بحال كنتي مريضه، خاصك باش تشري الدواء، خاصك باش تدوزي، خاصك. داتني كندير الدروج، كيعطيونا 4000 ريال من الشهر للشهر، ديك 4000 ريال ما رد بالها حتى حاجه. يلاه عندي شي ديور ما نقدرش نفوت هكا ونغيب على نغيب عليه باش نقول زعما نبقى النهار كامل نخدم ولا شي حاجه، ما نقدرش، لان انا ديما مشطونه منه، ديما تنعاني منه. خاصني ما نغيبش عليه، ما نغيبش، حيت حنا ملاوحين، ما عندنا لا سكنه، ما عندنا فين لا بيت نستقروا فيه، ما عندنا فين باش نخليه ونقول زعما راه مأمن في دارو. ما عنديش انا ملاوح في اي بلاصه، مره نمشي دارنا تما مسكره، دار عامره، راه الغالب الله تما راه عكيرين. مرة نمشيو نديرو روسنا بحال غنمشيو نشوفو عند عائل، شوف بحال غادي نشوفوهم باش يحلفو علينا ونباتو، ولكن الغالب الله ما لقيت شي باش جات ثاني على قلة الصحة ديالي. أنا السكر مهددني لأي وقت، ما كناكلو عند الناس، عند الناس قلت لك كناكلو صافي، ما عندناش. كنتسناو ديك 4000 ريال من الشهر للشهر، اش غدير لينا؟ ما عندها ما دير لينا والو. شاده جوج دروجات اللي الناس كتعاطف معايا بيهم، كيقولوا شاديني حيت عارفين راجلي مريض. ماما كيقولوا لي ما قديتيش تبقاي تخدمي، كيقولوا لي ما بقيتيش قديتي تخدمي وزوتي مشطونه على راجلك وداك الشيء. كنقول لهم انايا ما خدمتش، راه ما عنديش باش نهزو، ما عنديش باش الا ركبت بغيت تركبها في طاكسي ولا شي حاجه، ما عنديش باش مني كيغوتوا عليا كنتلف، حيت عارفه الحاله ديالو كي دايره حاليا، ما عديش فين غن. طبيعه الحال ما نقدش نلوحو، على داكشي اللي كندير ليا وداكشي اللي كنعيشو به وداكشي اللي كنخدم. هو تيبيع ويشري، كان يبيع سمسار، كان يبيع ويشري في الطوموبيلات وداكشي صافي، ولكن الغالب الله الوقت دارت وداكشي. قلت له صحته راه عنده شي 70 عام ولا 60 ولا 75 هكاك. خرجنا منها راه 4 سنين وحنايا تمايا خرجنا منها، قالت لينا بغيت داري وعطيتها. مني قالت لي من حقها، لان انا ما تنخلصهاش، وهي حتى هي قالت كتقول لك انا راه كناكل من هذيك الدار، ما عنديش منين، وعطيتها دارها. ما غاديش نشد، واش نشد ديور الناس تنعود انا وياها في المحاكم، وانا ما قاداش خويا على داك الشيء. حاليا انايا دابا مكش، انا دابا ملي عيطتي علي عرفتي فين كنت، في واحد البلاصه اللي يلاه غندخل نسلم، وملي صونيتي بيا جيت عندك. كندخل عند الناس بحال اللي جيت نشوفهم باش يقولوا لي والله تتبركي تباتي، يقولوا لي والله تبركي تباتي، عندنا تنبرك، ما عنديش فين نبات في الزنقه، ما يمكنش، ما نقدرش نبات في الزنقه. والناس انا بنت لهذا الحي كامل، الناس كتعرفني، ما نقدرش نبات في الزنقه، ما نقدرش نتخلى على راجلي، ما نقدرش نلوحو، لان هو كل شيء عندي، ما نقدرش، حيت انا اللي لحتو الناس غتعيب عليا، ما نقدرش نلوح. هو مريض ما الله غالب، وما نقدرش حاليا ما عنديش فين، شتي الا جعلت الضروره وبنت في الزنقه غادي يبات حدايا، ما غاديش الرساله اللي نطلب شي محسن ولا شي حاجه يشوف بعين الاعتبار عليا انا، ما ينقدني وانا وراجلي يعطيني شي بلايصه فين نسكن. هذا هو اللي كنطلب من اي واحد.